طيب ثالث استخدام، لو هو لو خصمي عايز يكسر دراعي، عاوز يرمي دراعي، عاوز يرمي دراعي، هنا في الحاله دي هستخدم كوعي كتفي على البطيء خالص. هو عاوز يمسك، تمام، بيده الاثنين مثلا او بيد واحده، هو بصوا عاوز يمسك ويلوي، بصوا كده بطيء خالص، وهو باثناء اللو ريلاكس يب ايده خالص اهو وزق بالكتف. اوكي اجين تاني براحه خالص اهو، هو عاوز يلوي، هسيب ايدي تروح عادي في المرحله في الحته دي بقى، هنا في الجزء ده، في الجزء ده اخش بكتفي. هنعمل الوضعيه سريعه شويه، تمام، يلا يا كوتش. اهو اجين تاني، ركزوا معايا، يلا اهو. اوكي دفعت بكتفي زي ما قلت في الجمسه، وجمسه بستخدم كف، لإما بزق الايد او بدفع الايد، بوش هيز هاند.